أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم من جديد مع برنامجكم الأسبوعي برنامج نبض الاتحاد. قصة نجاح أتتنا من اليمن إلى دولة الإمارات. السيد علي مطعم مأرب، أهلا وسهلا فيك أستاذي. أهلا وسهلا، مرحبا، حياكم الله في مطعمنا مطعم مأرب. أستاذ علي، بداية نتعرف بشخصك الكريم. أهلا وسهلا، الاسم علي محمد أحمد. نعم. أنا من اليمن، من مواليد 69، خرج جامعي عام 95، تخصص علم نفس كمان ما شاء الله. جيت انا طبعا بعد الجامعه، انا طبعا اشتغلت كموظف عادي في المملكه العربيه السعوديه لعام 99. نعم. وبدات عملت عمل خاص في اليمن، وانتقلت في عام 2000 الى دبي، وبدات اعمالي من دبي على اليمن، وكذا استقرت في دبي عام 2004 تقريبا. 2004 2018، يعني احنا عم نحكي 14 سنة ومن البزنس الخاص او من امتلاكنا للبزنس، خلينا نحكي هاي المرحلة اللي احنا قررنا فيها انه احنا نفتح البزنس او نفتح مطعم مأرب. كيف كانت الخطوة الاولى وكيف بلشنا في حجر الاساس؟ والله كانت فكرة، يعني بعض من الاخوان، انا التخصص يعني التجارة الأساسية هي تجارة العطور. نعم. وكان هذا بالنسبة للمطعم كان عمل جانبي، والحمد لله تطورنا فيه وبدأنا نتوسع في الأعمال فيه. ما زلنا نعمل على العطور أم؟ ما زلنا معنا مصانع عطور ومعنا محلات ومعنا الحمد لله، وشغالين في العطور وشغالين كمان في مسيرة سلسلة مطاعم مأرب اللي تسلسلت عندنا، انطلقت من ديرة إلى الأردن او من ديرة الى السودان الى الاردن. هي تبلورت الفكرة في 2014 لما شفنا انه صار في قبول المطاعم اليمنية، وانه كان في كمان يعني هجرة كثير من اليمنيين للدول هذه، فبدأت الفكرة من هنا، يعني انه بنوفر للناس، يعني مثلا بنوفر للناس يعني الاكل والجو اللي بيناسب معهم. يعني ممكن نكتشف لنا عن مواقع المطعم في دبي وفي الاردن، بحكم انه احنا قناه اردنيه وغالبيه متابعينا راح تكون ناس من الاردن. احنا بدانا في مطعم ديره في حيدر الرئيسي شارع الخليج. نعم. وهنا المطعم الثاني اللي هو في القرهود. نعم. منطقه القرهود. بالنسبه للاردن في شارع الملكه عليا. نعم. امام مركز السرطان امام الجامعه الاردنيه. نعم. وفي السودان برضو في شارع العمارات. نعم. أستاذ الكريم، إيش أنواع المطعومات اللي بنقدمها؟ هل هي فقط مأكولات يمنية أم إحنا دمجنا بحكم وجودنا في الإمارات وحكم وجودنا من عدة جنسيات مختلفة، ممكن تندمج ثقافات الأكل أو الطعام مع بعض، ممكن نضطر إنه إحنا أو بسبب التوسع وهاي الإقبالية نخلط بعض المأكولات الشرقية والغربية مع مطعمنا، ولا إحنا تخصصنا فقط في طبعا المطبخ اليمني غني بالمأكولات المتنوعة. نعم. ففي كثير من الأطعمة يعني تتناسب كل الأذواق. نعم. فعندك مثلا المندي والمضبي، وبالنسبة لللحم، بالنسبة للدجاج، عندك الأسماك، عندك الأشياء كثيرة يعني غني فيها المطبخ اليمني. وفي عندنا حاجة مخصوصة يعني زي الفحسة والسلتة والأشياء هذه. نعم. هذه خاصة فينا يعني، أما برضو المندي والمضبي نوع من اللحم بس بطريقة بيطبخ بطريقة مختلفة يعني عن الآخرين. يعني إقبالية الناشونات الجنسيات المختلفة الموجودة في الإمارات، هل
هل عليهم إقبالية شديدة أم هي إقبالية خلينا نحكي نسبتها متدنية؟ والله الحمد لله أكثر في إقبالية كثير على اللحوم، خاصة بالنسبة كخليجيين اللحوم بالنسبة لهم كوجبة أساسية. صحيح. وخاصة أنه إحنا المطعم الوحيد تقريبا في الإمارات اللي بنقدم اللحوم طازج يوميا. صحيح. والأسماك كذلك طازجة يومية، كل شيء يعني كل الأكلات عندنا طازجة يوميا، وهذا بناسب الذوق الخليجي. بالنسبة للأكلات الثانية برضو عندك الفحسة والسلتة والدجاج بكل أنواعه. نعم. بيتناسب مع الفلبيني، مع الهندي، مع الباكستاني، بيتناسب مع الجاليات العربية بشكل عام. فالحمد لله يعني الأمور طيبة ويعني متقبلة من كل الجنسيات الحمد لله. أستاذ كريم، الموظف هو عمودنا، الموظف اللي بده يعكس شخصيتنا ويعكس بيئتنا ويعكس مطعمنا للكاستمرز اللي جايين. كيف تم اختيار الموظفين؟ هل تم الأستاذ علي شخصيا تم اختيارهم، أم إحنا عيننا موظفين مدراء على قدرة أو ذو كفاءة هم يختاروا هدول الموظفين؟ عفوا، طبعا بالنسبة للموظفين وبالنسبة لاختيار الموظفين هي بتتم طبعا انه بيقدم السي في وبيقدم هذا طبعا، او الطاقم بشكل عام احنا مختارين من اليمن مختار شخصي يعني. نعم. الطبق يعني الشيف يعني كلهم بشكل عام المعلمين مختارين من اليمن بشكل شو اسمه. نعم. شخصي، وبعدين هنا احنا بنختار بين الموظفين سواء في عندي في الاداره او انا شخصيا، متى يعني ما مش شرط اساسي، لكن انه نحن بنعمل له مقياس يعني معين، يعني هل مثلا الموظف هل بيستقبل الزبون كويس، هل بيمزح مع الزبون، هل بيضحك مع الزبون، هل بيقدم له سيرفيس كويس، هل كذا، يعني هذه كلها بناخذها بعين الاعتبار يعني، وبناخذ بعض الموظفين تحت التجربه وبعد كذا نقرر يعني. مقرب للمندي، مقرب كم ساعه عمل في اليوم يقدم خدماته للكاستمرز تبعينه؟ احنا تقريبا طبعا غير التجهيزات نفتح من الساعه 9 صباحا. نعم. للساعه 12 بالليل. ما شاء الله. طبعا. وتحت خيمه او تحت بيت السيد علي او خيمه السيد علي كم موظف موجود احنا عم نسترزقه من خيمتنا؟ والله انت لو يعني بالنسبه للمطاعم بشكل خاص. نعم. احنا في دبي عندنا اكثر من 68 موظف. والعطور؟ المعطر مش كثير يعني 30 موظف تقريبا. آه. وبالنسبة للأردن والسودان في عندنا برضو أكثر من 100 موظف في الأردن والسودان، أكثر من 120 موظف. ما شاء الله. اي نعم. عم نخطط على البعد القريب لأي توسعات أو أي أشياء جديدة، أم إحنا هلأ مراقبين في الأسواق منتظرين حدوث إشي جديد؟ والله زي ما قلت احنا منتظرين حدوث شيء جديد، لكن في الخطة انه ان شاء الله بنفتح في البحرين، فنفتح بأبو ظبي في عمان، لنا كذا كم فكرة يعني. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله رب العالمين، ونخليها على الله يعني. أستاذ علي بعد 5 سنوات وين بتشوف نفسك؟ والله هذه على الله، نشوف إن ربنا يوفق إن شاء الله مع الأسواق هذه الأيام والكذا، إن شاء الله ربنا يوفقنا إن شاء الله. أستاذ علي دبي تنتظر باحتفالها أو بالخطوة الجديدة على مستوى الشرق الأوسط وهي إكسبو 2020 اللي كل العالم منتظره في دبي إن شاء الله. شو بتتوقع إكسبو يعطينا حوافز أو يعطينا خبرات جديدة على مستوى مطاعم المندي؟ والله نحن نأمل من إنه الفترة الجاية إنه في إكسبو إن إحنا يعني نكتسب خبرة أكبر ونتميز أكثر ونقدم خدمات أفضل ونقدم يعني خدمات للناس اللي راح تيجي يعني إن شاء الله. والإمارات بتتطور بشكل كبير ونحن إن شاء الله إن شاء الله متقدمين معهم إن شاء الله في كل الأحوال يعني. بحكم وجودنا في الإمارات والإمارات عودتنا دائما على التطور والنجاح، بس برضو في نفس الوقت في عندنا منافسات جدا قوية على مستوى الدولة. إحنا كيف تميزنا في هاي الدولة وكيف صرنا مميزين وسط هاي المنافسات الموجودة داخلها؟ والله شوف بالنسبة لمجال الأغذية هي تعرف إنه يعني المنافسة كبيرة جدا، بس انت تتميز بالذوق بالطعم بالخدمات يعني الاشياء اللي بتقدمها انت هي اللي بتميزك يعني. صحيح. انه ممكن انت واحد بيجي كل مرة عندك مثلا في المطعم هذا او في المطعم هذا ممكن ما يرجع ثاني مرة. صح. لكن اذا شاف انه عندك خدمات مميزة، عندك اكل كويس، سيرفيس كويس، فبالتالي لازم انه نعم يصير زبون يعني دائما.
أستاذ الكريم الشيخ محمد بن راشد عودنا دائما على الكلمات، عودنا دائما على التحفيز، عودنا دائما على التطور. إحدى الكلمات اللي بتساعدنا في التطور إنه نحن نسعى لكي نصبح الرقم واحد. وأنت كرجل أعمال ناجح على مستوى دولة الإمارات، شو بتشوف نفسك الرقم واحد، أو على إيش بتسعى لتصبح رقم واحد بإيش؟ والله شوف، في شوف الشيخ محمد بن راشد حفظه الله ورعاه، هو بيقول لك دائما إن لم تكن في الأول فأنت دائما بالتأكيد بتكون في الأخير يعني. فنحن بنسعى وربنا يعيننا، نحن بنسعى إنه نتميز بخدماتنا، نتميز بالجودة، نتميز يعني إن شاء الله إلى الأفضل يعني بكل شيء يعني إن شاء الله يعني. أستاذ الكريم، التوفيق والنجاح هذا فضل من رب العالمين. الحمد لله. بعد رب العالمين إحنا في دولة خصبة للنجاح مثل دولة الإمارات. بس بعد رب العالمين وبعد دولة الإمارات في أشخاص ممكن يكونوا أعطونا حوافز، أعطونا كلمات، أعطونا حتى دعم سواء مادي أو معنوي. هاي الأشخاص من حقهم علينا إنه إحنا نحكي لهم شكرا. فبترك لك هاي الفقرة، لمين بتحكي شكرا؟ أنا أشكر كل من ساعد ساعدني ووقف جنبي، وبالأخص والدتي الله يحفظها. الله يخلي لنا اياها. واخوي الكبير عبد الله اسماعيل الله يحفظه. الله يخلي لنا. وكثير من اللي وقفوا جنبي، سواء من موظفيني، سواء من اصحابي، سواء من زملائي، سواء من، فالشكر للجميع ان شاء الله. اخيرا استاذ الكريم، دولة الامارات والنعمه اللي موجوده داخل هذه الدوله اللي تميزت فيها، واللي للاسف أصبحت حلم في بعض الدول العربية، وهي نعمة الأمن والأمان. نعم. هاي النعمة اللي إحنا عم بسبب وجودها هون عم نتطور بشكل سريع، ما عم نخاف، عم نشتغل بثقة وحرية مطلقة. هاي النعمة اللي تأسست من عهد الشيخ زايد الله يرحمه، الشيخ زايد اللي أسس بذرة وثمرت هون، وأبناء زايد حاملين راية والدهم عم بيقطفوا ثمار هو زرعها، وعم بيزرعوا ثمار لأبنائهم وأحفادهم، ماشيين على خطوات وعلى استراتيجي حطها شيخنا لأبنائهم. إلها حق علينا هاي الدولة، بترك لها كلمة. الحمد لله رب العالمين. شوف، أنا أسافر كثير وأسافر بلدان كثيرة، ما فيش أي بلد عربية بالذات اللي بترحم على الشيخ زايد الله يرحمه. الله يرحمه. وهذه زي ما قلت أنت، نعمة الأمن هي الحمد لله متميزة فيها دولة الإمارات بشكل عام. صحيح. يعني عن جميع دول العالم تقريبا ما فيش دولة في العالم اللي يكون فيها قلاقل ومشاكل وأشياء زي كذا، والحمد لله إحنا عايشين. ونشكر القيادة السياسية لدولة الإمارات ممثلة بالشيخ خليفة حفظه الله ونائبه وكل الشيوخ الإمارات، ويعني بفضل الأمن اللي نحن عايشين فيه، فإن شاء الله بيكون في تطور ونجاح ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ علي، شكرا كثير على وقتك الثمين اللي اخذناه من حضرتك وتعطيلك. استاذ، احنا بنتشرف كثير بوجودنا معك. اسره فريق نبض الاتحاد ان شاء الله بتتمنى لك انه تكون مش فقط على مستوى الامارات والاردن والسودان، تكون على مستوى الوطن العربي او العالميه ان شاء الله. ان شاء الله. اهلا وسهلا، شكرا لكم ومرحبا، حياكم الله. على سهلا فيكم.